طب انت عارف بقى ان الخساره بتاع الزمالك النهارده قدام اسوان حاجه حلوه؟ حاجه حلوه، ده الزمالك اول مره يخسر قدام اسوان من 30 سنه، واول مره اسوان تكسب الزمالك في تاريخه من ساعه ما صعد للدوري. هتقولي حاجه حلوه ازاي؟ ما ينفعش ان الزمالك يخسر من اسوان، ما ينفعش ان ننافس بيراميدز والمقاولين على المركز الثاني، ما ينفعش خالص. اقول لك حاجه، طب تفتكر مثلا لو الزمالك كسب 3 او 4 مش كان هيبقى في تطبيل ممتاز جدا لكابتن طارق يحيى النهارده؟ وكان هيبقى في اصوات تقول لك يا جماعه عادي ما فيهاش مشكله، وكابتن طارق بقى ليه عقد مع الفرقه وما فيهاش اي مشكله خالص ان احنا ندي الراجل فرصه مباراه او مباراتين او ندي مجلس الاداره راحه ووقت كويس ان هم يختاروا مدير فني للنادي؟ ما كانتش هتحصل. لا والله انت فاهم غلط، في مصر عندنا المدير الفني المؤقت عادي، ما بينه وبين خطوه، ما بينه وبين المدرب الدائم خطوه واحده بس، عادي جدا. ان الراجل لو كسب النهارده اصلا 3 و4 كان قال لك بس كابتن طارق يحيى رجع بالزمالك لشخصيته القديمه، كابتن طارق يحيى بيعمل وبيعمل وبيعمل، وكمان كان هيقول لك على افتكاس كابتن طارق يحيى ان هو بيلعب مستوى فتحي شمال، وان هو كان بيلعب اسامه فيصل كان بيلعب بجناح النهارده، كان هيقول لك دي حاجه ممتازه جدا، وكابتن طارق رجع يوظف مصطفى في مكان جديد، وكابتن طارق عرف يستفيد جدا من الناشئين، وعرف يلعب حسام صنع العاب، وعرف يعمل كل الحاجات السلبيه دي. لو الزمالك كان كسب صدقني والله كانت هتحط لك ان الحاجات دي ايجابيه، وكان يقول لك الكابتن طارق يحيى مدرب ممتاز، اللي هو انت جايب الراجل من الاسلوب التحليلي من تطبيل للزمالك وتطبيل مرتضى منصور وتطبيل اي حاجه بيعملها مرتضى، فجاه حطيته في الملعب ومعاه جهاز فني كمان، معاه كابتن ايمن، وجبت معاه كابتن ناحيه عبد الهادي، والدنيا كانت بالنسبه لك مستقره، يا دوبك بس كان مستني النتائج تظبط. بس المشكله كابتن طارق لعب بلاي ستيشن شوطه ثاني، كابتن طارق فكر ان هو يلعب بلاي ستيشن خلاص بقى، انا مش عايز اي حاجه. مين اللي عندي على الدكه بره؟ عندي كاسونجو، عندي حسن امام، عندي كريم بامبو، عندي عمر، اي حد بيحتاج بينزله. فكرني بكابتن محمد حلمي في الزمالك فتره من الفترات، برده كان كابتن حلمي قبل ما يلبس جوني يبص عنده على الدكه يلاقي اي حد بيهاجم يجي ينزله الملعب، اللي هو كابتن حلمي طب الناس اللي جوه الملعب دي بتلعب ايه؟ لا ما هنعمل لهم ايه بقى؟ يعني احنا الفرقه عرضت لاخر المباراه 4-2-4، بتلاقي فجاه ان كاسونجو شمال وكريم بابو يمين وعمر السعيد ومصطفى محمد وتحتهم امام عاشور وتحتهم طارق حامد. كان في مشاكل في الفرق، طبعا في مشاكل في الفرق من زمان، بقول لك ان فرقه الزمالك عباره عن المحترفين الاجانب الموجودين جوه النادي، الاثنين مغاربه من شرقي ونجم، الاثنين بيفرقوا تماما مع الزمالك. هتقول لي احمد السيد زيزو غايب، بقول لك حتى زيزو كان موجود النهارده ما كانش هيعمل فرق كبير. فرجاني فرق تماما في نص الملعب، بدليل انك مش لاقي له بديل ولا لاقي له اي حد عارف يلعب في المكان بتاعه. هتقول لي ناحيه الشمال برده في مشاكل، بقول لك ناحيه الشمال في الزمالك بقى في مشاكل فتره طويله جدا، مش حاجه جديده بالنسبه للزمالك ان هو يعني ناحيه الشمال، ما بالك بقى جبهه شمال ميته، جابها يمين برضه احمد عيد لسه ولد صغير وناشئ ومحتاج ثقه، والفريق الوضع الحالي مفيش ثقه عند اي حد خالص. فمتخيل بقى ولد ناشئ بتلعب قدامه برضه بهاف ناشئ زي اسامه فيصل، وبتلعب بالناحيه الثانيه بمصطفى قدامه ورا اسلام جابر، بتلعب صانع العاب زي حسام، مفترض ان اللعيب اللي هيسنده تحت هو امام عاشور بيلعب في مكان غير مكانه، وطارق حامد. هل مستني ان التشكيله دي هجوميا تعمل حاجه؟ ما اعتقدش، لان انت حتى لما كنت بتلعب باللعيبه الاساسيه كنت بتلاقي مشاكل كبيره جدا قدام فرقه مرتكزه دفاعيا وفرقه بتلعب بص كابتن كشري محافظ اللعيبه بتاعته بنلعب 4-5-1 في الحاله الدفاعيه، الفرقه كلها بتبقى تحت الكره، 10 لعيبه تحت الكره، الفرقه كلها بتدافع، ما عنديش اي فراغات في المساحات، اللعيبه كلها قافله الاماكن اللي هي فيها زون ديفنس، الزمالك بيلعب كرات طوليه، احنا مش هنقلق من الزمالك ومعاه كره على الارض من رجل لرجل، سيبوهم يعملوا اللي هم عايزينه. الكلام ده في نص الساعه الاولى كان عادي جدا، الزمالك ملوش انياب وهم برده ملوش انياب، عمالين نلعب كره عرضيه يمين وشمال بندور على مصطفى محمد، برده نفس الطريقه اللي كان بيلعب بيها بيتر سكالترون، لعب عرضيات وخلاص. وكمان بقى فجاه لما تلاقي ان الكره راحت على الزمالك فيها خطوره، والكره اللي راحت على الزمالك فيها ازمه، عشان خاطر الونش على الاسف الشديد بيتضرب بسهوله جدا في الحاله الدفاعيه، بتلاقي ان ابراهيم جلال بيلعب الكره بدماغه لورا ما اتزحلقتش، راح طلعت فوق، وبعد كده الراجل بيلعبها بدماغه تاني عشان يسجل الهدف الاول، لعيبه الزمالك تقعد تعترض، ولعيبه الزمالك تقعد تقول كره فاول، الكره اوف سايد، وقتها عرفت ان لعيبه الزمالك خرجوا تماما بره الجيم، والموضوع بقى صعب جدا لعيبه الزمالك. هتقول لي الكلام ده كان في الشوط الاول والختام، اقول لك لعيبه الزمالك مرهقه نفسيا ومرهقه بدنيا من ضغطه المباريات، غير كمان الارهاق بتاع فجاه لازم المدرب بتاعك مشي ومبقاش فيه استقرار مره واحده والدنيا قلبت، ففجاه تيجي لابس جون مع مدرب لسه مؤقت، ففجاه تلاقي كل حاجه ضربت منك مره واحده، وفجاه كمان تلاقي المدرب المؤقت الشوط الثاني قرر ان احنا هنقضيها كوره عاليه بس، وهلعب بحازم امام عشان نلعب عرضيات ناحيه اليمين، وهنزل عمر السعيد برده عشان نلعب عرضيات، واطلع الناشئين اللي كانوا موجودين جوه الملعب، وفجاه تلاقي ان كل حاجه قلبت تماما، الكابتن كشري قلبها لك ضلمه ورجع بستوره كامله قدام مرماه، وخلاص بقى افضل العب انت عرضيات براحتك، وانا هلعب لك مرتدات وهنزل لك محمد رزق في نص الملعب بحيث ان احنا نرتكز عليه على اللعيبه اللي قدامه.
هتقولي انت ما بتتابعش اسوان؟ يقول لك ما انا تابع، ما في حد في مصر بيتابع الدوري المصري كله؟ احنا بنتابع ماتشات الاهلي والزمالك بس يا عم الحاج. انا بضحك على بعض، اقول لك ابراهيم الجمال ومحمد مرسي والراجل سليماني الافريقي، واقول لك كريم الطيب عمل اداء كويس الشوط الاول، بس الزمالك سيء والزمالك مش قادر يبني كوره، والزمالك عنده مشاكل. اسوان عمل جيم ممتاز، بس الزمالك برده مش قادر يعمل اي حاجه جوه الملعب. الزمالك عنده مشاكل كتيره جدا جوه الملعب، عنده مشاكل في نوعيه اللعيبه وجوده اللعيبه. قلت لك مع غياب الاجانب بتاع الزمالك، الزمالك ملوش انياب، الزمالك مش موجود تماما جوه الملعب، الزمالك بيعاني معاناه غير طبيعيه، ما تفهمش الدنيا بالنسبه لهم رايحه فين بدون صفقات، بدون تدعيمات لنادي الشمال وتدعيمات لباك يمين. ما ينفعش انك تفضل ترمي كل حاجه على احمد عيد لوحده، او انتظر ان حازم امام هيرجع لفورمه كانت موجوده من 5-6 سنين. محتاج ان انت تعمل صفقات، ومحتاج كمان انك تجيب بديل لفرجاني، ومحتاج كمان تجيب ناس على الاطراف تكون عندها وقت وعندها فرصه ان هي تنافس بن شرقي وتنافس ونجم. غير كده لو قعدت ترمي كل حاجه على المحترفين، افرض المحترفين اتصابوا هيبقى عندك مشاكل، ورميت كل حاجه على ان احنا هنلعب كره طويله لمصطفى محمد علشان خاطر يشيل الفرقه، افرض مصطفى في الضيوف بتاعه، هيبقى الموضوع بالنسبه لك ميح تمام وملط. الزمالك النهارده كان ميح وكان ملط جوه الملعب، وكان يستاهل ان هو يخسر عن قطر. الزمالك اللي قاعد يلعب المباراه دي لحد بكره الصبح كان برده هيخسرها، علشان خاطر زي ما قلت لك اللعيبه اللي نازله من على الدكه، بنحط بس لعيبه قدام الجون ويلا يا جماعه هنفضل نلعب عرضيات، ويلا يا جماعه ده يلعب هنا وده يلعب هنا، حتى ده يلعب هنا وده يلعب هنا. وعلى كده كابتن طارق قالها لهم، كابتن طارق قال كل الحاجه اللي قالها في المباراه. الفار يا كابتن، الفار مع ان الكوره كابتن طارق ما فيهاش اي حاجه، ولا فيها اوفسايد ولا فيها حاجه. المشكله كمان انا زي ما قلت لك دي حاجه كويسه، ان انت خسرت النهارده علشان خاطر كابتن طارق، خلاص بقى تقال له شكرا كابتن طارق، واحنا هنجيب مدرب بجد. لو انت كنت عايز تمشي بالمنطق والاصول كنت ماسك الجهاز المساعد بتاع فاتر اسكندرون، غير كده عادي مجاملات. كل حاجه بتحصل في الزمالك بناء على اوامر رئيس النادي، مش حاجات جديده اول مره تحصل في النادي، مش حاجات اول مره نشوفها ولا نسمع بيها في النادي، عادي يعني مفيش اي مشكله. مبارك لكابتن احمد كشري، كابتن احمد كشري خلص الدوري الرسمي للاهلي، الف 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 مبروك لكابتن احمد كشري على الثلاث نقط، وهارد لك للزمالك على التطبيله اللي كانت موجوده لكابتن طارق يحيى، وما لحقوش يعملوها. مش هتخسر حاجه يعني لو عملت سبسكرايب في القناه، مش عيب ولا حرام.